ايه الاخبار عاملين ايه في الفيديو ده هشرح لك احلى طريقه تشوت بيها الباور شوت علشان تشوت الباور شوت وتبقى جامده جدا وما تجليش منك تعال اقول لك ازاي بص يا سيدي اول حاجه صلي على النبي بس وتعال نكبر الانالوج كده نكبر الجوي ستيك سوري ونشوف بالانالوج ازاي نعملها طبعا كلنا عارفين البول رول بتتعمل ازاي البول رول بتتعمل بالطريقه دي كده بتعمل هولد ناحيه اليمين او ناحيه الشمال من اللاعب فيعمل البول رول وانت بتعمل البول رول هتعمل كلكاية بالار 3 برضو هتعمل كليك عليه لتحت كده هتدوس عليه لتحت بالطريقه دي كده 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 بص زي ما انت شايف كده هتعمل بول رول بعد كده تدوس عليه لتحت كده وتدوس عليه لتحت كده وتدوس عليه, عليه لتحت او كده وتدوس عليه لتحت فاللاعب بتاعك هيعمل بول رول ويعمل فريكاي يرفع الكوره من على الارض ساعتها تقدر تشوت الباور شوت الباور شوت بتعمل ازاي بتدوس الار 2 لو انت بتجري بالار 1 زيي هتدوس ار 2 مع ال 1 وتدوس زرار الشوت معاهم فده هيعمل الباور شوت اوكي لكن لو انت بتجري بالار2 فهتدوس ار1 مع ال1 وتدوس زرار الشوت ده هيعمل باور شوت تعالوا بقى نشوف احنا بنعملها ازاي في الملعب مع اللاعب نصغر الجويستيك مثلا ف... اللاعب ماشي كده هي عايزه ايه بسرعه شويه او مثلا ماشي كده واحده بول رول فليك وزيو بصوا عامله ازاي حاجه كده ملهاش حل حاجه خطيره كده كده <applause> ما جاتش كويسه دي تاني ها عامله ازاي؟ خطيره صح؟ بس كده يا معلم جربها بقى واكتب لي في الكومنتات ايه رايك فيها ولو اول مره تشوفني لايك وسبسكرايب وشير سلام